اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها في ذروة نشاط هذه المدينة، وبدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص على مواطنين فلسطينيين. النيران اشتعلت في وسط المدينة وفي أكثر من حي، والآن تتقدم طواقم الدفاع المدني في محاولة الوصول إلى المناطق التي اشتعلت فيها النيران نتيجة لهذه الاشتباكات المسلحة المستمرة بين مقاتلين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. عشرات المقاتلين الفلسطينيين في وسط مدينة جنين يتصدون لهذا الاقتحام الإسرائيلي المستمر، سواء للمدينة أو للمخيم. الآن تتقدم طواقم الدفاع المدني إلا أنها لن تستطيع الوصول إلى هذا الشارع. في هذا الشارع على الاتجاهين، في هذا الاتجاه المقاتلين الفلسطينيين، وفي اتجاه مخيم جنين الاتجاه الآخر يقف جيش الاحتلال الإسرائيلي ويتمركز بعشرات الآليات العسكرية والاشتباكات على أشدها في هذه الأثناء في هذا الشارع تحديدا الواصل بين وسط مدينة جنين ومخيم جنين، شارع المستشفيات التي تلقت عدد من المصابين خلال هذا الاقتحام. تم نقلهم من مركز مدينة جنين إلى المستشفيات، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في مركز المدينة بوابل كثيف من الرصاص، ما أدى لإصابة عدد منهم، تم نقلهم إلى المستشفيات. الاشتباكات لا تتوقف سواء في وسط مدينة جنين أو داخل مخيم جنين وفي محيطه، حيث تتمركز قوات الاحتلال في الساحة الرئيسية من مخيم جنين وتحاصر شارع المستشفيات، مستشفى جنين الحكومي، مستشفى الشفاء ومستشفى الأمل في الطريق المؤدي إلى مخيم جنين، مع استمرار الاشتباكات المسلحة مع مقاتلين فلسطينيين في المدينة والمخيم. عميد شحادة، العربي، جنين. يبقى معنا من جنين مراسل العربي عميد شحادة. عميد، نعود معك على أبرز ما يتوفر من تفاصيل إضافية حول هذا الاقتحام الجديد لقوات الاحتلال، حجم الدمار الكبير أيضا الذي لحق المخيم والمشهد والوضع الآن هناك. عميد، جمال، قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من داخل مخيم جنين ومن محيط المستشفيات التي حاصرتها، مستشفى جنين الحكومي، مستشفى الشفاء ومستشفى الأمل ومستشفى ابن سينا في مدينة جنين. قوات الاحتلال الآن على أطراف المدينة خلال هذا الانسحاب بعد اقتحام استمر لساعات لمدينة جنين ومخيمها. هدف الاقتحام تنفيذ عمليات تدمير وتعطيل حياة المواطنين الفلسطينيين في هذه المدينة. 6 شبان فلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم نقلهم إلى المستشفيات، وهذه حصيلة أولية. طواقم الإسعاف بدأت في البحث في شوارع مدينة جنين إن كان هناك إصابات خلال انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدينة والمخيم. قوات كبيرة من جيش الاحتلال كانت قد نفذت هذا الاقتحام جمال، معززة بجرافات عسكرية إسرائيلية ومدعومة بطائرات مسيرة من الجو. خلال الاقتحام اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين في مخيم جنين وعلى أطراف المخيم وفي مركز مدينة جنين، حيث نتواجد الآن. مقاتلون اشتبكوا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال فترة الاقتحام وفجروا عبوات ناسفة بالآليات العسكرية الإسرائيلية خلال قدومها إلى المدينة والمخيم، وخلال انسحابها أيضا من المدينة والمخيم دلعت اشتباكات المسلحة وفجر المقاتلون الفلسطينيون عبوات ناسفة بالآليات العسكرية الإسرائيلية التي سحبت الجرافات أولا من مخيم جنين ثم سحبت الآليات من محيط المستشفيات، والآن هي باتجاه المعسكرات المحيطة بمدينة جنين، تحديدا باتجاه حاجز الجلمة شمال مدينة جنين ومعسكر سالم غرب مدينة جنين. خرج المواطنون الفلسطينيون بمسيرة في شوارع هذه المدينة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها في هذا الاقتحام الذي جاء في ذروة حركة ونشاط مدينة جنين ومخيمها، ويبدو الهدف منه كما تحدثنا سابقا أنه كسر حياة الناس في هذه المدينة وعدم السماح لهم بأن يعيشوا لمدة أسبوع واحد فقط من دون اقتحامات إسرائيلية. نشاهد هذه المسيرات لمجموعة كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين الذين يجوبون شوارع مدينة جنين بعد الاشتباكات المسلحة التي استمرت لساعات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. نستمع لأصوات إطلاق نار،
هذا إطلاق النار بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث خرج عشرات المقاتلين من كتيبة جنين إلى الشوارع بعد أن خاضوا اشتباكات مسلحة استمرت لساعات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وظهروا مرة أخرى بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه المدينة ومن مخيم جنين. الحصيلة الأولية 6 مصابين برصاص جيش الاحتلال، وهناك عدد آخر أيضا من الإصابات بالاختناق نتيجة لإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالكثيف من قنابل الغاز في محيط المناطق التي اقتحمها خلال هذا اليوم. عميد شحادة من جنين، شكرا جزيلا لك عميد.